تحية طيبة مشاهدينا الكرام، ومثل ما عودناكم في قناة سامراء أو في برنامج بانوراما تحديدا بأنه راح نكون إحنا صوت كل من لا صوت له، أو بالأحرى أنه إحنا ما نقبل على التهميش أو إيذاء الآخر. من البشائر الجميلة اللي وصلتني يوم أمس بأنه قبل فترة لما عرضت لكم الفيديو اللي الأب يعنف أطفاله حتى يجبرهم على التسول، تم إلقاء القبض عليه وهو الآن بيد العدالة. هذه صورته بالجو الآن راح تطلع. نعم، هذا الأب كان يعنف أطفاله حتى يجبرهم على أن يذهبون إلى التسول، أو يجبرهم أنه يطلعون بالتقاطعات، وأيضا حرمهم من المدارس، وبالإضافة إلى أنه حرمهم من المدارس عند أطفال بعمر صغير كلش، ما مسموح لهم أصلا أنه ينامون أوقات معينة أو يلعبون مثل الأطفال، وإنما مخليهم فقط للتسول. نعم، خلي الزميل المخرج يعرض لنا الفيديو اللي كان يعنف بيه أطفاله للتذكير طبعا. نعم، راح يكون الآن على الجو. هذا الفيديو لهذا الأب المريض نفسيا، أو هو بالأحرى متعاطي مخدرات، هذه آخر المعلومات عنه. شوفوا شلون يعنف أطفاله حتى يجبرهم على التسول ويجبرهم أنه يجيبوا له فلوس. للأسف هذه الأشكال أنا أخذت على عاتقي بأنه ما راح نسامحهم وما راح نتركهم حتى وإن تركتهم كل الجهات المعنية، لكنه إحنا كإعلام ما راح نتركهم وراح نظل وراهم ونفضح شكو شخص، شكو معنف، شكو إنسان يتعامل مع الأطفال بقسوة، فأكيد إحنا وراء نظهر حقيقته، نشوف العالم مدى خطورة هذول الناس. بالتالي إحنا اليوم لما نتكلم عن هيك أحداث أو هيك مقاطع فيديو، هذه أولا مؤلمة إلنا، ثانيا من الأخبار المفرحة بأنه إحنا نشد على يد وزارة الداخلية والجهات المعنية المختصة اللي قامت باتخاذ الإجراءات القانونية وجابت هذا الأب الظالم اللي يعتدي على أطفاله بهاي الطريقة ويعاملهم بهذا العنف. بالتالي هذا أكيد الشخص ما وصل للي وصل له إلا لما أصبح شخص متعاطي للمخدرات. واضح هذا الشيء لأنه ماكو إنسان سوي أو إنسان طبيعي يأذي أطفاله أو يعاملهم بهذه القسوة وهو أو بدون سبب. يعني تشوف طفل بهذا العمر أنت قاعد تضرب به هذا الضرب بالشارع ليش؟ فأنا بالحقيقة أخذت عهد على نفسي بأنه أي فيديو رح يوصلني للتعنيف، أي فيديو رح يوصلني لأب أو أم، أو أي عنف أسري أو أي عنف بالشارع بحق امرأة أو طفل، أنا رح أعرضه بالجو ورح نتخذ به الإجراءات القانونية، لأنه هذه الظواهر تخلي المجتمع يعتاد على هذا الشيء، وإحنا ما نريد أنه مجتمعنا يعتاد على مظاهر العنف والأذية. يكفي بأنه إحنا اللي نعيشه كل يوم من سيء إلى أسوأ، فبالتالي محاربتنا لهذه الظواهر قد تحد من أنه ينتشر أفعال سيئة مثل هذه، أنه يجبر أطفال على التسول أو يؤذيهم أو يقعدهم من المدارس. إحنا ضد هذه الظاهرة، لكنه من الأشياء المفرحة أنه تم إلقاء القبض على هذا الأب. عسى أن يكون عبرة لكل من تسول لنفسه بأنه يؤذي طفل أو يعنف أي إنسان بهذا البلد. هذه أحد آثار المخدرات، هذه مخلفات تعاطي المخدرات والإدمان عليها اللي إحنا دائما نحاربها ودائما نحكي بيها ونطلع بالإعلام ننوه عليها ونجيب مختصين يتكلمون عنها. قبل فترة طلعنا وكان معانا مختص بموضوع المخدرات وحذر منها الناس. اليوم موضوع المخدرات ما يقتصر فقط على محاربة الدولة إلها أو محاربتنا إحنا كإعلام إلها، لا بالعكس، المفروض أكو مسؤولية تقع على عاتق المواطن أيضا، الشخص نفسه. يعني أنت اليوم من تتعاطى هاي المخدرات، أنت المفروض قبل ما تقدم على خطوة مثل هذه المفروض أنت تفكر أنه هذه راح تدمر مستقبلك، راح تدمر مستقبل أطفالك، راح تدمر مستقبل عائلتك. يعني انت هذا الموضوع ما راح تأذي بنفسك فقط، وانما انت تأذي بعائلة كاملة. ادمانك عليه اولا اهدار لمالك، اثنين اهدار لصحتك، ثلاثة انه انت تدمر عائلتك بشكل كامل. يعني يوم لما اطفالك يعيشون بهذا الوضع السيء والوضع المزري، يعني ما معقولة انه انت اليوم مستغني عن اولادك وعائلتك حتى تروح تتعاطى. ما معقولة انت اليوم لما موضوع انت في مكان مسؤول او في مكان مسؤولية يحتم عليك بانه تراعي اطفالك، لانه الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لك كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. رعيتك هذه انت مسؤول عنها، في حال تعاطيك للمخدرات تحولت من انسان طبيعي الى انسان متوحش. يعني هذه الضرب والاهانة وقالب بيتهم جحيم،
قالوا ببيتهم جحيم. انت يعني فكر قبل ما تقدم على هذه الخطوه بانه عندك عائله راح تتاذى وتتدمر. الموضوع ما راح يقتصر على صحتك ولا على مالك، انت راح تاذي عائله بكاملها. المفروض اليوم اكو مصحات وماكو شيء ما له حل. يعني انت اذا سعيت تدور على حل راح تلقي. حتى المتعاطي، انت اليوم مو مجرم، انت اليوم ضحيه هذه المخدرات، ضحيه هذا التعاطي، فما عليك الا ان تسلك الطريق الصح، ترجع الى الطريق الصواب، تستعين برب العالمين اولا، وثانيا انه تتوجه الى الطرق اللي تمنع تعاطيك مره اخرى، الطرق اللي تسلك علاجك. حتى اذا سلمت نفسك للاجهزه الامنيه بالتالي انت راح يتعاونون وياك وراح يحتضنوك وراح يوصلوك الى بر الامان، يوصلوك الى مصحه افضل من انه تدمر نفسك وتدمر عائلتك. اليوم احنا دا نشهد تطور بالحقيقه بهذا المجال، لما دا نشوف بانه هنالك مصحات دا تنفتح، دا نشوف بانه محاربه الجهات الامنيه والمختصه لهذه الظاهره اصبحت بكثره. يعني انت اليوم عندك متسع في الطريق بانه تشوف لك حل. فاذا سلمت نفسك للجهات الحكوميه مبشرك بانه انت لا راح يتم القاء القبض عليك ولا راح ياذوك، بالعكس انت اليوم راح تتودع في مصحات ممكن انه تغير من حياتك 180 درجه. قصص الناس اللي تعافت واللي تشافت من المخدرات كثيره جدا، يعني يصعب علينا عرضها في برنامج من ساعه واحده فقط، لكنه اذا دخلت على اليوتيوب وكتبت المتعافين من المخدرات راح تلقي اعداد هائله من الناس اللي تعافت. فلا تيأس، احنا اليوم بدنا نحارب هاي الظاهره، احنا نريد نساعدك، نريد نوصلك مثل ما نقول الى بر الامان بحيث تطلع من اللي انت بيه. احنا نريد مو بس ننقذك، احنا نريد ننقذ عائلتك، اطفالك، الناس اللي تحبك، اصدقائك. انت اليوم اسوه سيئه في حال انه جت سالت شاب يقول لك والله شغل ماكو، والله احنا عاطلين عن العمل، هذه كلها مو مبررات. ظروف البلد والوضع السيء اللي احنا بيه مو مبررات. ليش غيرك راح صار طبيب من لا شيء؟ ليش غيرك راح كمل دراسة أيا كانت المهنة؟ زين هي أساسا هذه غالية، ثمنها غالي هذه المخدرات، إذا أنت ما تشتغل شلون تجيبها؟ قد يكونون ورطوك، أنت اليوم قدرت تشتريها لأنه ممكن تكون مدخر فلوس، أحيانا بعض بيهم توصل عندهم الموضوع إلى حد السرقة، يسرق من بيته، يسرق أثاث بيته حتى يقدر يجيبها، فأنت اليوم لما تقدر تجيبها باكر ما راح تقدر تجيبها، ممكن تقتل بسبب انه ما عندك فلوس تشتريها. فهذا الامر جدا خطر، كثرة الجرائم الان كلها بسبب المخدرات. فالناس المتعاطين هذه رسالة لكم، ما لك غير انه تنقذ حياتك، تتوجه الى الجهات الامنية والمختصة بانه تساعدك على التعافي وتدخل في مصحات تتعافى منها. هذه مو نهاية الطريق، فيما لو انت كنت شخص متعاطي، شخص مدمن، انت لست بمجرم، انت ضحية هذه المخدرات والناس اللي اجبروك على ان تكون متعاطي. احنا اليوم بالعكس نمد لك ايد المساعدة، فحاول انه تنجو بنفسك، تطلع من اللي انت بيه، ساعد نفسك حتى نقدر نساعدك. احنا بدورنا كاعلام ننوه ونحكي ونأكد ونحرص ونحاول دائما بانه نوصلك او نوصل لك الصورة والفكرة الصحيحة. لكنه بنفس الوقت احنا نريد من عندك بانه تكون شخص مسؤول، شخص يفكر بعائلته وبيته. نعم، للحديث بقية خلوني انتقل الى ضيفتي الكريمة الاستاذة اسراء الخفاجي. مساء الخير استاذ. مساء الخير عليكم وعلى مشاهديكم. اهلا وسهلا بحضرتك. اكيد من خلال عملك كقانونية تشوفين بانه تصادفك حالات كثيرة من الناس اللي ادمنت او اللي تورطت بالمخدرات، ممكن تحكي لنا شيء مبسط عن هذه الحالات؟ والله بصراحة ظاهرة المخدرات، أو هي مو ظاهرة عفوا، نعتبرها جائحة أو كارثة. يعني أكثر شيء نشوف اللي متورطين بها هم الشباب والمراهقين. نعم. يعني ومن ثم أنه الأشخاص الكبار بالعمر. شوفهم عن طريق أنه يعني شلون أوصل لك الفكرة، نشوفهم عن طريق أصدقائهم، أصدقاء السوء، أصدقاء الجامعة. يا اما انه نشوف اشخاص انه هم ميسرين من الناحيه الماديه، يعني قبل شويه تحكين تقولين انه اكو ناس ما عندهم هذه المبالغ اللي يشترون بها المخدرات، لا بالمقابل اكو ناس صحيح اكو ما عندهم
المبالغ نعم. الكافية اللي يشترون بها المخدرات، لأنه هي غالية وبالفعل غالية، تلقيهم عمال، نعم. يا أما عمال أجورهم بسيطة يومية بهذه الأجور اللي يتعب بها ومن الصبح الليل يشتري بها مخدرات. نعم. فدائما نشوف المتعاطي المخدرات ورا فترة يتحول إلى تاجر مخدرات. نعم. وأكو أشخاص انه المقتدرين ماديا، مقتدرين ماديا دائما طبعا نشوفهم يا اما اولاد مسؤولين او اولاد شخصيات سياسيه، نشوفهم انه عندهم الامكانيه الماديه وعندهم كل الشغلات، بس يعني هيك من باب انه يعجبه انه يكون مدمن مخدرات، يعني هم بسبب الحواليه واصدقاء السوء وغيرهم. تأثير أصدقاء السوء. تأثير أصدقاء السوء مو نعم. بس هيك، صارت أكو مغريات، يعني قبل فترة سمعتي بالمدرسة اللي بمنطقة الزعفرانية اللي صاروا ينطوها للأولاد الصغار، يعني الأهالي يقولون أولادنا يجون للمدرسة كأنه فاقدين الوعي، بس يريدون ينامون ما يقدرون يقومون، لحد ما اكتشفوا أنه بالمدرسة ينطوهم مثل الحامض حلو أو المسقول للطلاب اللي بالابتدائية ويخلوهم يدمنون. أين الرقابة من هذا الموضوع؟ الرقابة هو بالفعل وين الرقابة؟ هو هذا السؤال أو المغزى من الكلام، وين الرقابة؟ إذا هنا أكو بالمدرسة متورطين بهذا الفعل أو بالحانوت مال المدرسة متورطين بهذا الفعل، لما معقولة أنه المديرة والمدرسات كلهم أو المعلمات موجودين ويشوفون ليش الطلاب وراء الفرصة ينامون وما يقدرون يقومون، يعني لأنه الأهل انتبهوا على هذا الشيء. فإذا أكو من يمول موضوع المخدرات، يعني أكو أيادي خفية أنه تمول وتروج عن موضوع المخدرات، يعني مو بس انه موضوع اشخاص واصدقاء سوء، لا اكو ايادي، اكو ناس تحرض، اكو ناس تسهل موضوع المخدرات. كل المدمنين اللي بالمحاكم نشوفهم اليوم متعاطين يقولون بالبدايه انطونا مجاني اول مره وثاني مره وثالث مره، لحد ما يوصلوهم مرحله الادمان ويصيرون يبيعوا لهم اياه ويقترفون جرائم، هذا اللي يبوق امه، هذا اللي يقتل زوجته، هذا اللي يسوي، قبل شوية شفنا الفيديو هذا ايش يسوي بأولاده، زين هو بشنو يحتاج هذه الأموال؟ إذا تجين على العيشة أكل وشرب ترى مو مكلفة لهاي الدرجة، يعني ماكو عندنا، يعني خاصة احنا هنا بالعراق عندنا الغني والفقير ياكلون نفس الشيء. وعندنا مثل يقول لك ما حد نام بلا عشاء. ما حد نام بلا عشاء وما حد مات من الجوع، وهنا لا، يعني أنا أشوف ببغداد أو بالعراق موضوع الأكل ترى مو مكلف، يعني حتى لو واحد عنده أطفال هواية مو فد موضوع مكلف اللي يخلي أولاده يتسولون بالشوارع ويعنفهم هذا التعنيف بدون وعي اللي هو الشخص الكبير ما يتحمله في سبيل انه يجيبوا له الاموال، شو يسوي بهذه الاموال؟ غير انه هو يريد يكون انه مدمن، صح لو لا؟ او يودي الاموال مثلا شوفي وين، يعني اكيد احد الاماكن المشبوهه اللي هي مثلا لعب القمار او ادمان المخدرات او المسكرات وغيرها، زين هاي شنو تاثيرها؟ القضاء طبعا كلش يشدد خاصه وراء قرار رئيس الوزراء تشديد الاحكام على المدمنين وتجار المخدرات، بس هي المشكله والكارثه الاكبر وين؟ هم دا يلزموهم بالفعل ودا يحكموهم احكام، يعني لحد البارحه محكمه جنايات الرصاصه حكمت على مجرمين اثنين من تجار المخدرات بالاعدام. بس هي المشكله دا يلزمون التجار الصغار، يعني هي المشكله ما دا يوصلون انه شلون دا تدخل للعراق، يعني ما حد يتطرق لهذا الموضوع او ما دا يوصلوا له اصلا، يعني يا اما انه عن طريق فد بضائع معينه تدخل للعراق او عن طريق فد ميناء معين او عن طريق الحدود هي دا تدخل لنا، لان القوات الامنيه مش شديده بصراحه، من المستحيل انه تنزل. معلوماتك من وين من اكثر الدول اللي دا تدخل لنا من اعداد المخدرات؟ والله هي معروفه المخدرات تنزرع باماكن معينه، اماكن بعيده مثلا افغانستان بعيده عن العراق، فاذا اكو من الدول المجاوره، يعني هو مو اكو بالتاكيد انه من خلال دول المجاوره ولا شلون بدها تدخل للعراق، اكيد ما تطير وتدخل للعراق. نعم. فشوف يعني معناته هنا يدخل موضوع المنافذ الحدوديه هم مسؤولين عن هذا الموضوع، احنا مو بس نحمل الاهالي ولا نحمل انه التجار الصغار ولا التجار الكبار ولا انه من يدخلها، اكو هنا فد تواطؤ من يعني من ناحيه المنافذ الحدوديه، لانه بالعراق مستحيل تنزرع هذه، لان هي تعرفي هي نباتات هي زرعه، من المستحيل انه يعني هي الارض اصلا ما يعني ما تتقبل هذه الماده او يعني تنزرع بداخل العراق، بالاضافه الى انه القوات الامنيه يعرفوها هي لها فد ريحه معينه، هذه الريحه راح تغطي الجو من السهوله انه الامن الوطني وجهاز الاستخبارات ومكافحه المخدرات انه يلقون القبض عليهم فما يزرعوها، تجينا مستورده. من تجينا مستورده منو مستوردها؟
يعني كل اللي داي يلزمون هم التجار الصغار اللي هم جماعة قبل يومين بالضبط النارية. قبل يومين بالضبط إذا شفتي كنا انتشر بالأخبار، وخصوصا طلع في أخبار على قناة سامراء هنا، يقول لك بأنه ضبطوا تاجر مخدرات في منفذ حدود البصرة. يعني قام هذا الشخص بعمل معجنات وادخال الماده في داخل هذه المعجنات، لكن تم القاء القبض عليه. ارجو من الزميل المخرج عرض الفيديو اللي يوضح بانه هنالك شخص حاول تهريب المخدرات اللي هي الكوكايين على ما اظن، ونعم حاول ادخالها الى العراق عن طريق البصره، عن طريق منفذ البصره. هذه شوفي ست اسراء، بانه هو معلبها بطريقه حتى يقدر يحافظ عليها، بنفس الوقت هو كان خالها بشيء يشبه المعجنات. راح يطلع هسه هم يعني حتى يدخلها بشكل حتى سريع. حتى يدخلها، شوفي يعني حاطت بشيء مثل الكوكيز ومعبي بهذه الحلويات او بهذه المعجنات هذه الماده، شوفي مغلفها بطريقه انه من المستحيل انه واحد يكتشفها. بالضبط بالضبط. شوفي ولا تجي على بال احد. اي لكنه القوات الامنيه كانت لها بالمرصاد، نتمنى ان يكون عبره لكل من يحاول انه يدخلها، لكن للاسف دا يزدادون بالاونه الاخيره استاذه اسراء. يعني مثل ما تشوفين قاموا يبتدعون الطرق اللي يدخلوها، يعني شوفي مدخلها بهذه الطريقه. شوفي هنا أنا دور الجهات الرقابيه بالحدود. نعم. اللي هسه ذكرتها اني قبل قليل. لو ما دورهم انه هنا أنا كان قوي ما كان لزمها، كان دخلت هذه، كان شوفي الاف شقد مئات الشباب او الاف الشباب صاروا يتعاطوها. نعم. يعني صارت ظاهره. ليش اقول لك صارت ظاهره؟ تقريبا بكل فرع، بالمدارس، بالجامعات. زين هذا اللي بدا يتعاطى، انت تعرفين بمجتمعنا المتعاطي مو مثل السارق، ولا مثل اللي عنده مشاجره متعارك، ولا مثل اللي عصب وضرب له في الطلقتين، ولا مثل اللي عنف زوجته. يعني الشخص المتعاطي او تاجر مخدرات مجتمعنا او المجتمع الشرقي كله تبقى هذه السمعه يعني ويا طول عمره. يعني يظل انه هذا لا احد ينطي مثلا مره اذا يريد يتزوج، ولا احد يوظفه بوظيفه، ولا اكو كليه تتقبله، وراح يكون منبوذ من ناحيه المجتمع كله. اذا هنا الشباب يعني احنا نجي من ناحيه كمستقبل، يعني اكو يدوش يقول لك اني مريض نفسيا والدكتور هو اللي قدم لي هذا العلاج واني مدمن على هذا العلاج، ما اقدر انام بدون هذا العلاج. زين تجين هنا يعني كاطباء، طبعا القانون حتى الاطباء يعاقبهم. المواد القانونيه اللي هي مواد التعاطي ماده 32، انه يكون الحكم للمتعاطي اقل يعني على ان لا يقل عن سنه ولا يزيد عن 10 سنوات، بالإضافة إلى أنه الغرامة هي 5 ملايين، لا تقل عن 5 ملايين ولا تزيد عن 10 ملايين. أما أنه التجارة كتجارة مخدرات لا، هي المواد 27 و28. المادة 27 اللي هي تكون بها التجارة دولية، يعني شلون الفيديو اللي قبل قليل انه شفناه انعرض، تجاره دوليه انه تاجر يستوردها من خارج العراق، واكيد متفق ويا اشخاص بداخل العراق انه حتى يروجون عنها ويبيعوها ويتبادلوها مقابل المال. الماده 27 توصل احكامها الى الاعدام، من المؤبد الى الاعدام، بالاضافه الى الغرامه من 10 ملايين الى 25 مليون. يعني كلها عقوبات شديده. بالإضافة إلى أنه كتاجر فقط بدون تجارة دولية، هو حسب المادة 28 تصل العقوبة إلى المؤبد. مؤبد بالإضافة إلى الغرامة من 5 ملايين إلى 10 ملايين أو 25 مليون حسب نظرة القاضي أو حسب حالة المتاجرة، يعني حسب الوضعية. تعرفين هي فئات، أكو أشخاص اعتياديين يتبادلون غرامات التاجر. ممكن توصل الحكومة الحكم عليه لحد الاعدام. لحد الاعدام. وممكن يكون مؤبد وهناك حالات انه يفرض عليه غرامه. لا، بالاضافه الى الاعدام او حكم المؤبد ايضا غرامه، يعني العقوبتين. هو حتى المتعاطي حتى اذا كان المتعاطي انه خلال سنه، هذه السنة أيضا من ينحكم سنة أيضا هو يعاقب بالغرامة، يعني العقوبتين مع بعض. يعني هاي عقوبات ترى مو سهلة، عقوبات شديدة. ألا يرى القانون بأن المتعاطي هو ضحية لتاجر المخدرات أو للمخدرات نفسها؟ هو احيانا اكو فت حالات معينه يكون الشخص بدايه التعاطي، هنا اكيد القضاء له نظره خاصه وراح تكون الاحكام مخففه بهذا الموضوع. ولكن
احنا كل التجار المخدرات هم نفسهم المتعاطين، اذا هذا المتعاطي لو لم يتم القبض عليه ورا فتره ولم يحكم ما يتعاقب وما يعرف انه اكو قانون وماخذ الامور انه كلها بسهوله، بعد فتره راح يتحول. يعني كل التجار المخدرات هم كانوا مدمنين تحولوا الى تجار. زين ست اسراء، نلاحظ بانه الان انتشر ايضا بالاونه الاخيره بين حتى المراهقين مثلا البنات، يعني هذه مصيبه انه بنيه بنات مدارس وبت مدرسه وصغيره بالعمر مراهقين يتعاطون مخدرات فيما بينهم. اليوم احنا هذه الظاهره يعني مو بس سيئه وانما دا تهدم اساس المجتمع، اللي هي هذه اليوم طفله صغيره باكر عقبه المفروض هي الام وهي نصف المجتمع او هي المجتمع ككل اذا تجين على الحقيقه. صحيح. اذا هي هذا اساسها تتعاطى مخدرات، هذه من راح تكبر شلون؟ ايش راح تصير؟ هذه الظاهره انه يتعاطون داخل المدارس، ومثل ما ذكرتي قبل قليل بانه هنالك مدرسه ابتدائيه قاموا ينطهم اياه على شكل مسقول. زين هذه الظاهره شنو راي حضرتك بيها؟ يعني شنو الموقف القانوني منها؟ الموقف القانوني المفروض يعني هاي باعتبار ترويج لها، يعني بالمدارس لما ينطوها للطلاب هاي باعتبار يعني بعد المفروض يشدد العقوبه حتى اكثر من تاجر المخدرات. ليش؟ انه هم ذول اللي يروجون، هذا يخلقون من عندهم مجرمين من هم صغار، لان هذا طفل شنو اللي يعرفه؟ يعني طفل لما يتعلم ويصير مدمن يكون واصل مرحله انه فاقد الاهليه، يتصرف اي تصرف، تعرفين فاقد الاهليه احنا بالقانون او المعتوه او المجنون، يعني هو يكون باعتبار حاله حال غائب عن الوعي، يتصرف تصرفات ما يعرفها، يعني مواضيع السرقه، مواضيع القتل والتعنيف، مواضيع زنا المحارم، مواضيع الاغتصاب، يعني هل من المعقول انه هاي اشخاص طبيعيين يكونون؟ يعني اذا تجين كلهم يطلعون متعاطين للمخدرات او المسكرات، هسه المسكرات ما تعتبر مثلا جريمه بالقانون مثل المخدرات، المخدرات لا، يعني المخدرات باعتبارها ماده خطره. ليش؟ انه الانسان يكون فاقد الوعي تماما، مستعد يقتل، مستعد اي شيء يسوي وهو غايب عن الوعي ما يعرف ايش يسوي، ثاني يوم الا يلا يصحى على نفسه، اذا هنا موضوع كلش خطر، يعني لازم انه تكون هو يعني صحيح مشدده الاحكام ومشدده يعني لجنات مكافحه تجاره المخدرات، ما مقصرين بهذا الموضوع، بس هم بعد يعني معناتها شنو؟ معناتها انه حتى التجار الدي يلزمون والمدمنين الدي يلزمون اكو بدالهم عشرات، يعني اكو بدالهم من يكمل مسيرتهم، فهنا شلون يعني لازم تشديد عن طريق الحدود، لازم رقابه عن طريق الاهالي والمدارس والكليات، انه احنا ما نترك بس المسؤوليه على عاتق القوات الامنيه، الاهالي اكيد يعرفون ابنائهم في حاله اذا كانوا هم طبيعيين او غير طبيعيين، طبعا نجي هنا على المسؤولين، ما تتصورين انه ايش قد عدد مسؤولين واشخاص سياسيين بالبلد اولادهم يتعاطون المخدرات، ولكن اكو ماده قانونيه اللي هي ماده 40 انه كانت مثل شيء انقاذ لهم. ليش؟ انه هذه الماده ارجع لك على هذه الماده، لكنه عندي تقرير اريدك تشوفيه حول البنات اللي يتعاطون مخدرات، يعني الفتيات اللي بعمر صغير، حتى بعدها نرجع على موضوع ابناء المسؤولين والمسؤولين اللي يتعاطون مخدرات. طبعا. نعم مشاهدينا الكرام، خلونا ننتقل الى هذا التقرير ومن بعدها لنعود. نعم. بالتعاون مع اتحاد الحقوقيين العراقيين، أقام اتحاد قيادات المرأة العربية في العراق ندوة حوارية موسومة حول انتشار ظاهرة إدمان المخدرات بين الفتيات في المدارس والجامعات وآثارها في المجتمع. عقدت هذا اليوم في رحاب القاعه الكبرى لاتحاد الحقوقيين العراقيين الندوه الحواريه المهمه لتناقش ظاهره ادمان المخدرات بين الشباب في المدارس والجامعات. الاتحاد الحقوقي العراقي سبق في اقامه هذه الندوات والمؤتمرات وعلى عملها الكثير من هذه الندوات بالتعاون مع كثير من المؤسسات والمؤسسات الحكوميه وهيئه النزاهه وكثير من المؤسسات والمنظمات المجتمع المدني اللي طرح بها عده توصيات اللي تحد من هذه الظاهره، لان هذه الظاهره استفحلت بعد 2000 عام بعد عام 2003 بعد الاحتلال ودخول القوات الامريكيه، بعد ان كان العراق ممرا لها اصبح الان مروجا لها ووجود الكثير من العصابات والتجار اللي يتاجرون في هذه الماده الخطره.
الحاضرون طرحوا العديد من الحلول والتوصيات للحد من هذه الظاهرة ومعالجة انتشارها في المدارس والجامعات من خلال تفعيل الجهد الاستخباري وتجديد العقوبات على المتجرين وتوعية الطلاب والطالبات. هذه الظاهرة لمخاطرها السلبية في المجتمع، واللي تعتبر قضية توازي في خطورتها قضايا الإرهاب أيضا، وممكن أنه نطلق عليها صراحة الإرهاب الأبيض لما لها من آثار سلبية، وطبعا ليس بالوقت الحالي أيضا بالمستقبل. لا يخفى على الجميع الدور التوعوي والوقائي للشرطة المجتمعية، دورها العلاجي في المجتمع فيما يخص الظواهر السلبية كافة، وأيضا بالأخص ظاهرة المخدرات لما لها من آثار بعيدة المدى وتأثيرها السلبي على المجتمع وكل فئات المجتمع، وخصوصا الشرائح اللي مستهدفة حاليا اللي هي شرائح الشباب والمراهقين. وباتت هذه الظاهرة تشكل تأثيرا كبيرا على الفتيات بعد انتشارها في المدارس والجامعات في ظل انعدام الرقابة العائلية والحكومية. لسامراء الفضائية علي الحسني، بغداد. طبعا شكرا للزميل علي الحسني على هذا التقرير، وأحب أشدد وأنوه أنه بالأخص الأهالي العوائل انتبهوا لبناتكم رجاء، يعني كل ام احرصي على انه تتابعين بنتك بادق تفاصيلها، لما ترجع من المدرسه شوفي وضعها، شوفي حالها، اتاكدي من صديقاتها ويا من تمشي ويا من تحكي. اليوم التجديد والرقابه ليس فقط يقع على عاتق الحكومه او الدوله، لا بالعكس هو يقع على عاتق الاهل بالدرجه الاولى. يعني انت اليوم كأم اذا ما تلاحظين تصرفات خاطئه على بنتك او ابنك وتحسين بانه هنالك تغيير في تصرفاتها، تغيير في سلوكها، لازم تلجئين الى مختصين تعرفين شنو الاسباب، تسوي لها تحليل. لا تستبعدون اي خطر عن أبنائكم، لأنه إحنا مثل ما شفتوا قبل قليل غياب الرقابة ورقابة الأهل بالدرجة الأولى ده تؤدي بينا إلى كوارث. يعني بنات مراهقات بعمر الورد بدل ما تشوف حياتها ومستقبلها وتطلع إنسانة ناجحة تقدم لهذا المجتمع شيء، تيجي تلقيها متعاطية للمخدرات. أحيانا بيهم ما يدركون ما يعرفون، يعني هي بعمر صغير ما تدري أنه صديقتها هدت لها شيء أكلتها أو حباية شربتها، فأدى الموضوع إلى أنه أصبحت مدمنة. فقبل لا نوقع بهذا الفخ أو قبل لأولادكم يتورطون ويروحون ضحايا للمخدرات، المفروض كل أم وكل أب يتابعون أولادهم، تابعوا أدق تفاصيلهم، فتشوا جناطهم، فتشوا أغراضهم، دائما احرصوا على أن يكونون قدام عينكم حتى لما يروحون أو ويا أصدقائهم أو من يداومون، أو دائما تأكدوا بأنه أصدقائهم ليسوا بأصدقاء سوء، وإنما ممكن أنه أخليهم يدرسون مع بعض، ممكن أخليهم يطلعون سوا، لكنه نهائيا ما أوثق ولا أأمن بأنه تكون صديقة قريبة من بنتي بدون ما أراقب وأتأكد بأنه هذه الصديقة ما راح تودي بنتي إلى طريق السيء أو طريق الهلاك. ومثل ما كنا نعرف دائما بالعراق يقول لك الصاحب ساحب، اليوم لما أنا بنتي عندها صديقة لازم أعرف صديقتها شنو حتى لا تسحبها للطريق السيء. خلوني أكمل حواري مع ضيفتي ست إسراء. ست إسراء، شفتي التقرير وشفتي بأنه دي يشددون بأنه هنالك بنات مراهقات بعمر الورد دي يدمنون على هاي المخدرات، هل هذول البنات اليوم ضحية عدم ثقافة أو عدم وعي؟ لا بالعكس، دائما تشوفين البنات عادي يعني دارسين وعندهم أهل، أحيانا تلقيهم نساء متزوجات وعندهم أولاد. يعني أكو حالات بالمحكمة نسائهم وأزواجهم يتفقون على موضوع تعاطي المخدرات، يعني هي من خلال المحادثات يعني تعرفين تنضب تليفوناتهم وتفرغ، تشوفيها هي يعني أثناء المحادثات هي تقول جيب لي هالقد رايدة فلان شيء من المخدرات أو الحشيش، فإنه موضوع صاير طبيعي بيناتهم. على العلم تشوفيها إنه دارسة وبنت ناس مثلا وماكو اي ضغط نفسي ولا اي شيء انه ضغط عليهم خليها تقترب هذا الشيء، اذا ماخذيها انه من باب المزحه او من باب انه متفهين الموضوع، يعني ما منطي انه حجمه او ما مدركين انه هو حجمه. نجي على رقابه الاهالي، رقابه الاهالي هي اكيد موجوده ويعرفون في حاله انه اولادهم ويا من يمشون، بس اكثر الاهالي انه اولادهم يكونون مثاليين امامهم،
يحاولون انهم ما يغلطون ولا لهذا السبب نوهت انه لا توثق ولا حتى بابنك، انت راقب تصرفاته. وان لا سامح الله انه بعض الاهالي، طبعا انه هذه نصيحه للاهالي، وانه بعض الاهالي انه لاحظوا شوفي هسه الشخصيات، اكو كثير شخصيات معروفه اولادهم متعاطين، قبل شويه كنا نحكي عنهم. هذا اللي اريد اسالك عنه، قلتي قبل قليل ذكرتي بانه سياسيين او مسؤولين وذات مناصب ابنائهم ما يعانون من اي ضغوطات نفسيه لكن يتعاطون المخدرات. يتعاطون، شو يسوون؟ طبعا عندنا احنا ماده 40 من قانون العقوبات العراقي لسنه رقم 50 لسنه 2017. ماده 40 ايش نصت؟ في حاله انه الاهالي او الشخص المتعاطي راح الى المصحه بهدف انه يتشافى من هذا الموضوع، هنا القانون العراقي يعني يعفي عنه، ليش؟ باعتبار انه هو اللي رايد يتشافى، هو باعتبار انه حص على غلطه وما يريد انه يكمل بموضوع الادمان، يعني انه هو نبى ضميرا من الضرر اللي سببه لنفسه. واحيانا انه الاهالي ياخذوهم بايدهم، فاني هسه انصح الاهالي، اكيد الاهالي ما يعرفون بهذا الموضوع او يحاولون يضغطون عليهم، اذا اكتشفوا مثلا بنتهم تتعاطى او ابنهم راح يبطلوها من الجامعه او من المدرسه، راح يضربوها، راح يحبسوها، راح يضغطون عليها نفسيا، يوصلوها الى مرحله انه هي حتى تريد تترك البيت وتريد باي طريقه ترجع للتعاطي، صح لو لا؟ صحيح. يعني هو هذا السلوك الاعتيادي اللي راح يصير. كثير من حالات الهروب مثل ما شفتي الست اسراء، كثير من حالات هروب الفتيات بسبب انه هي تتعاطى مخدرات، بالتالي انه ينعكس هذا على سلوكها واخلاقها، فما تهتم لاهلها، ما تهتم لسمعتها، ما تهتم لاي شيء باعتبار انه هي مغيبه، يعني باعتبار انه هي غير مدركه وما تعرف ايش تسوي. فهنا الاهالي لما يكتشفون هيك موضوع انه اللي انصح الاهالي بهذا الموضوع اذا كانت بنت او ولد ياخذوهم لاي مصحه بهدف الاصلاح وانه التشافي من هذا الموضوع اللي هو موضوع الادمان. هنا طبعا هذه المصحات يعاملوهم بشكل صحيح ويعاملوهم معامله جيده، يوصلوهم لمرحله انه هم يكرهون موضوع الادمان، بالاضافه الى ان هم يتندمون. دائما تشوفين احنا نقول انه وين الاهالي؟ ليش ما ينتبهون عليهم؟ ليش ما يعرفون؟ ليش هم حتى اذا يعرفون ما يقدرون؟ اكثر الامهات، اني اكو ام تجي تقول لي اني ما اقدر احكي ويا ابني لانه ابني ادري بيه مدمن، خاف يضربني، خاف يتعدى علي، خاف يقتلني. يا بس في حاله انه هي اذا بلغت عنه او سلمت الفد مصحه معينه، اكيد هم راح يعرفون ياخذون اجراءاتهم وراح يقدرون انه ينقذون ابنها من هذه الافه. نعم. يعني مو انه بهذا سكوتها، لا، هي وانا نصحتها بهذا الشيء راح يكون بالمستقبل تاجر، التاجر راح يجر شقدهم اولاد مدمنين وبنات مدمنين وراح تستمر، يعني هاي معناته هيك الموضوع ما راح يوقف في الفد نقطه معينه او مكان معين، راح يظلون انه التجاره مستمره ومن واحد لواحد وحابين الوضعيه وناس تستر على ناس. طبعا هنا اجي على موضوع ذكر الى اللي هو تورط الاطباء ايضا بموضوع المخدرات، يعني اكو فد عقاقير طبيه معينه الاطباء يوصفوها الناس بحجه انه مهدئات او مثلا حبوب طبيه من اجل يعني شلون مهدئ او منوم او مثلا مسكن معين، بس هو هذا يحمل فد مواد مخدره ضرب الصحه في حاله انه استخدامها بدون سبب. فهنا هذه الوصفه الطبيه، يعني الطبيب في حاله انه ما ذكر انه يؤخذ لمده معينه راح يظل هذا يجدد بالوصفه الطبيه وراح يظل بالفعل يصير مدمن مخدرات او هذه المسكرات او الماده المخدره داخل هذه الحبوب. هنا يعاقب هذا الطبيب، يعاقب بالغرامه وبالسجن 3 اشهر، يعني حتى في حاله انه الطبيب استخدم انه هذه المواد يعني استخدامها استخدام خاطئ للمرضى، يعني ما ذكر مده معينه، هسه اكو فد نوع من الحبوب دائما خاصه بعد العمليات يذكرون هذا يأخذ 3 حبات فقط، 3 حبات، يعني لما يروح للصيدلاني يكتب له 3 حبات فقط، غير هذه ما ياخذ، خلاص بعد الراتشيت ينحط عليها اكس وما تستخدم. بالاضافه الى اللي ذكرتي حضرتك بانه هنالك صيدليات اصلا، يعني صيدليه مرخصه لكنه تعطي هذه الادويه المهدئه بدون وصفه طبيه، يعني مثل ما نقول احنا بالعراقي بالختله. ايه. فهذا راح يجي يدمن عليها وراح يظل يشتري من عندهم، وكل ما يروح له يعلي بالسعر، يضاعف السعر كونه ما جايب راتشيته او ما مرخص. يعني هذا مثل التنبيه. نعم. للجهات الامنيه على موضوع انه الصيدليات والراتشيتات اللي تصرف للمرضى وهم ما مستحقيها بالاساس. شنو الموقف القانوني تجاه هذه الصيدليات فيما لو اكتشفت بانه هي تعطي
هذه الأدوية المهدئة بدون وصفة طبية، يعني هاي الصيدليات قد تكون مرخصة لكنه دا تعطي أدوية بدون وصفة طبية واللي هي المهدئات واللي هي خطرة تودي إلى الإدمان. طبعا اكو صيدليات معينه لما تنطي هذه الادويه تقول احنا انطيناه وفق وصفه طبيه، يعني الطبيب كاتب له هذا العلاج واحنا انطيناه اياه على هالاساس، لانه هو ما دام الطبيب كاتب له اياه اذا هو محتاجه، بس احنا نجي على شلون يكتشفون اللي بالختله، اللي انه مثل ما نقول من جوا الطاوله، انه شلون راح يكتشفوها. هنا هاي دور الجهات الرقابيه، اكيد انه احنا نعرف في كل جريمه اكو فد اتفاق معين، وكل جريمه معينه من خلال انه المشتركين بالعصابه او المشتركين بهذا الموضوع دائما يدس بيناتهم شخص انه يكون على اساس انه هو وياهم ويراقبهم. هذا الشخص طبعا يكون قانونيا ما عليه اي مساءله قانونيه، لانه باعتبار انه هو دا يكشف جرم معين. هذا الاسلوب دا يتخذوه يا الله يكتشفون الصيدليه او الطبيب. ليش ما يتبع هذا الموضوع مع انه احنا عندنا نظام المخبر السري اللي هو مثل ما تعرفين حضرتك المخبر السري اخذ حيز كبير بهاي القضيه وقام يبلغ على هذا وهذاك، ليش الصيدليات مثلا ما يكون بها فد مخبر سري على الاقل؟ هم يجوز اكو مخبر سري، ما هو احنا كتفاصيل كيفيه عمل الجهات الامنيه وشلون ده تنباع لعد؟ بتنباع هم يعني يا اما بوصفه طبيه اللي هو يكون مثلا قد وصفه قد تكون مزوره؟ لا مو مزوره، احيانا انه صحيح انه هذه الادويه اصلا شلون دخلت؟ كل الادويه مرخصه من قبل وزاره الصحه، لما دخلت عن طريق وزاره الصحه، اذا اكو اشخاص مرضى يحتاجون هذا العلاج، وبالفعل انه هم يحتاجوه، لما يصرف من قبل طبيب الى الصيدليه، الصيدليه ملزمه يعني هي ما تقدر تقول لا ما انطيك هذا العلاج، ليش؟ انه جايب وصفه طبيه ومن طبيب معروف، فهنا القانون عاقب الطبيب. بس احنا بحالتنا كصيدليه في حاله انه اثبت امام القضاء انه هذه الصيدليه متواطئه وتنطي الاولاد وتنطي الناس وتبيع مواد مخدره او تسبب لهم الهلاوس والغياب عن الوعي والفكر، هنا هذه الصيدليه تغلق بالاضافه الى انه يحاكمون وفق القضاء. نعم. يحاكمون احكام 3 أشهر الى سنه حسب بعد نظره القاضي، يعني حسب محتمل غلق الصيدليه اصلا. هو اكيد مغلق الصيدليه، هذا اول اجراء يتخذوه هو غلق الصيدليه وسحب الاجازه منهم. نعم، خليني اسالك ايضا، اكيد من خلال عملك كقانونيه تمر عليك حالات كثيره من الناس المتعاطين، ذكرتي قبل قليل بان هنالك ابناء مسؤولين ايضا يتعاطون هذه المخدرات، شنو السبب؟ والله شوفي السبب هو كسبب اساسي وسبب واحد، ماكو سبب، لانه تلقين المتعاطيه اما شخص جدا غني ما ناقصه شيء، يا ما تلقيه شخص جدا فقير ويريد يغيب عن الواقع اللي هو عايش فيه. هسه الفقير نقول ده يعاني من ازمات نفسيه، حياه صعبه، فيلجا للتعاطي حتى يهرب من الواقع. الغني المرفه اللي ما عنده مشاكل بحياته، شنو السبب اللي يخليه يتعاطى؟ اكيد اكو فد مشكله، يا اما يعني تعرفين هي قد يكون مريض نفسي مثلا؟ لا مو مريض نفسي، احيانا ترى هم الاشخاص تشوفيهم مو كلهم بسبب الحزن او يريدون يغيبون عن واقع معين، اكو اشخاص لا هم يعني يقولون يشوفوها انها من باب تخليهم اقوياء، اقوياء من الناحيه الجسديه من الناحيه الفكريه، يعني اكو نوع من انواع المواد المخدره تخلي شخص 4 أيام كامله ما ينام. نهائي ما ينام، وهو بكامل قواه العقلية وشوفي قوي ويشتغل ويروح ويجي، هو ماكو إنسان طبيعي يقدر يعيش يعني 4 أيام بدون نوم ولا ساعة ولا دقيقة، فشوفيهم يشتغلون. طبعا هنا تجي موظفين، اكو موظفين بالدوائر الأمنية يتعاطون هذه المواد اللي تخليهم ما يقدرون ينامون حتى في سبيل انه يقدرون يمارسون عملهم بالشارع ويا الناس. تجي من ناحية ثانية لا اكو ياخذوها من باب انه من باب الفكاهة، او يشوف نفسه لما ياخذ هذه المواد يشوف نفسه انه هو مثل ما نقول مرتاح او سعيد، او يتخيل فد شغلات سعيدة ومفرحة، وهو تلقيه انه ماكو بواقع هذا الشيء. فشوفي انه يرجع يتعاطاها، لانه ما من المعقول انه شخص ما ناقصه شيء ياخذ هذه المواد المسكرة لو ما انه دا يشوف بيها فد راحة معينة او دا يشوف بيها فد لذة معينة. فهنا احنا ليش نقول دور الاهالي وين؟ اكيد هسه انت مثلا يعني هسه انا اولادي لما اشوف انه اكو فد فرح بدون سبب، ليش؟ يعني غير واحد يرجع لاسباب هذا الفرح شنو؟ كل الامهات
او الاباء لما يشوفون انه اولادهم وضع مو طبيعي، هو وضع البيت الاعتيادي، يعني ليش هذا الضحك؟ اكيد اكو ليش احنا نشدد على رقابه الاهل؟ لانه هو يبدي معالجه هذا الموضوع من الاهل. لو كل الاهالي ياخذون اولادهم المصحات، مو يستترون عليهم داخل البيوت، ما كان وصل بينا الحال لهذه المرحله. بس الاهالي بيهم اللي يخافون، بيهم اللي اساسا ما مراقبين اولادهم ولا يعرفون هذا الموضوع، وبيهم اللي هم اساسا يقولون ايه خلي نخلص، ملكه انه خلي ياخذ اي شيء حتى نخلص من عنده ونرتاح. بس هم بهالحاله دمروا مستقبل ابنهم. مستقبل كامل، مستقبل ابنهم او بنتهم. يعني قلت لك انه مدمن المخدرات او تاجر المخدرات هذه سمعه تظل وياه طول عمره، يعني مو مثل شخص انه مثلا سرق وتندم، او صارت مشاجره وتندم، او مثلا بنيه مرت في التجربه وتندمت. لا، تاجر المخدرات حتى الرجل انه ظل هذه سمعه ملازمته طول حياته، بالاضافه الى انه راح يكون منبوذ من المجتمع. كل الناس والاقارب راح يظلون نابذين من المجتمع ويتجنبوه في سبيل انه ما تجيهم السمعه، حتى لا يقولون تعرفين انه الصاحب ساحب، اي شخص يمشي ويا شخص سيء او تاجر مخدرات او مدمن مخدرات، ليش دا يمشي وياه اذا هو مو مثله او يريد يصير مثله؟ هذا المعروف انه عن نظرتنا للناس بالمجتمع، فراح يكون منبوذ. فاحنا ليش ننصح الاهالي نترجى الجهات الامنيه والجهات القضائيه انه يشددون العقوبات ولكن لمستحقيها؟ يعني اكو ناس مثلا تعاطيها مره ومرتين، من الظلم انه يعاقبون حالهم حال اللي يتعاطى صار له 5 سنوات ومورط هوايه ناس ومجند هوايه ناس انه يبيعوها ويتاجرون بها. لا، هنا المفروض انه تكون فد نظره عادله، يعني هي اغلب القرارات هسه جدا مشدده، بالاضافه الى انه حتى اجراءات قضائيه احنا كقانونيين كلش نتعب يلا نقدر نقرا اوراق المتهم او التحقيقات الخاصه به، ما نقدر نوصلها اصلا، ورا فتره بعيده مشددين عليها، مع العلم انه اكيد ما حد يقدر يتدخل بالقرارات القضائيه، مجرد انه كاطلاع. فهنا انه المناشده تكون واكثر من مناشده، اللي هي الترجي اولا من الاهالي، ثانيا من الجهات الامنيه، ثالثا من القضاء، انه هذه موضوع المخدرات موضوع اخطر من الكلام، موضوع صعب. يعني انت تخيلي مجتمع كله راح يكون آيل للسقوط، وهو بالفعل هسه المجتمع آيل للسقوط. يعني صرنا من اي شخص يقدم مي او يقدم شاي او يقدم اي شيء صرنا نخاف. يعني بصراحه اني ما يعني اخاف على عائلتي، اخاف على نفسي، اقاربي، صديقاتي الحوالية، بالمحكمة اسألهم، كل الناس حذرين من هذا الموضوع. ليش؟ انه انتشر موضوع المخدرات بشكل كبير وصرنا ما نعرف يعني منو التاجر، منو دا يتعاطى، شنو القصد. فهذه الآفة انه اتمنى انه يتم القضاء عليها بشكل نهائي، وما نشوف اي شاب ولا بنية ولا اي احد من شبابنا او اولادنا انه هذا. اذا هسه احنا بهذه السنه هيك الموضوع متفاقم، شوفي يعني النظره بالمستقبل اللي هي بعد 5 سنين، اللي هم هسه المراهقين وبالمتوسطه وبالمدارس دا يتعاطون، ايش راح يصير ورا 5 سنوات؟ نعم. هنا يعني راح يكونون تجار، راح يكونون انهم مدمنين، بالاضافه اكو اشخاص يموتون بماده المخدرات، يعني ماده هي خطره حتى على الجسم، احيانا اكو شقد نشوف بالافلام، لانه يكون متعاطي يموت فجاه، يموت يوقف قلبه، احيانا اكو اجسام ما تتحمل انه ماده المخدرات، لانه ماده المخدرات يعني ماده قويه على الجسم اللي تخلي شخص 5 ايام او 4 ايام ما ينام. اذا هذه شنو تاثيرها؟ ست اسراء، هسه المشكله انه انتشار محلات بيع الخمور بها اطفال. يعني انا عندي فيديو هسه راح ارجو من الزميل المخرج عرض الفيديو اللي يحوي على طفل دي يشتري ويبيع الكحول. يعني هذه ايضا مصيبه ست اسراء. ننتقل الى الفيديو من بعد لنا عوده. شوفي حتى جرار اجرار استغفر الله ربي. هاي بداية راس السنة. شوف العرق اللي عليه عالم. حتى جهار صغار. استغفر الله ربي. هاي بداية راس السنة. نعم، للأسف هذول أطفال
في محل بيع الخمور، زين هذا طفل بهذا العمر شلون سمحوا له اهله انه يروح، ومن المسؤول عنه؟ زين حتى اذا ما عنده اهل، الجهات الرقابيه اللي تتابعه وتراقب شلون تشوفه بهيجي مكان وما تمنعه؟ نعم اعود لست اسراء. طبعا هذا دور الاجهزه الرقابيه هنا، بالاضافه الى هذا المحل اللي هو تابع اللي يبيع المشروبات الكحوليه ممنوع، يعني هو من ضمن الاجازه ممنوع انه شخص بداخله تحت 18 سنه يبيع هذه المواد الكحوليه. اعتقد شفتيهم واضح انه صغار ممنوع يشتري، يعني ممنوع انه يبيع الشخص، وممنوع شخص يعمل عنده تحت 18 سنه اللي هو تحت السن القانوني. نعم. اذا يعني وين القانون هنا؟ وين الرقابه هنا؟ هذا دي يقول براس السنه، يعني معناتها بهذه الاحتفالات بالذات دائما يصير استغلال بهذه المواضيع. المفروض الجهات الامنيه بهذه الاوقات من السنه اللي هي مثلا مناسبات الاعياد، يعني اي مناسبه تصير دائما الناس تشوفيهم دائما يروحون ويكون ازدحام على هذه الاماكن اللي هي مخازن المشروبات الكحوليه. شنو الموقف القانوني اذا نسيت اسراء؟ شنو الموقف القانوني اللي راح ينفرض على هذا المحل؟ تسحب الاجازه من عنده ويغلق المحل باعتباره انه هو ارتكب مخالفه. نعم. مخالفه جسيمه، هذا خطا جسيم، هو ما يبيع انه الشخص اي شخص، يبيع الطفل. على اي اساس يبيع الطفل؟ نعم. هذه مواد كحوليه، احتمال قتله لهذا الطفل، الطفل مو مثل الكبير انه جسمه يتحمل او كلته او كبده يتحمل موضوع المشروبات الكحوليه، يعني هو هنا من المحتمل انه يسبب بقتله، يعني حتى اذا قال له ابويا دزني او اخويا الكبير دزني او اني جيرانكم، او بالقانون اكو مساءله، يعني هنا المفروض هو يحبس بالقانون، يحبس بالاضافه الى انه يغلق المحل وتسحب الاجازه من عنده. نعم. لانه هاي تعرف فيها كلها هذه محلات الا بها موافقات واجازه وتكون وفق الضوابط، يلا تفتح، ما يصير ينفتح محل بيع المشروبات الكحوليه، عاد مو يبيعون باطفال. نعم. المحاميه اسراء الخفاجي شكرا جزيلا لوجودك، نورتيني اليوم. شكرا لكم. مشاهدينا الكرام نرجو الحذر، وانه دائما خلوا عينكم على اولادكم، اولادكم هم اهم شيء تملكوه، فما مستعدين انه نخسرهم ويكونون ضحايا للمخدرات. الى هنا وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم، تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل، على امل لقاء بكم بحلقات اخرى. الى ذلك الوقت نلقاكم على خير.